بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع. اليوم درسنا تلاوة سورة المزمل، الآية الأخيرة، الآية 20. ننتبه جيدا إلى الألفاظ، نمسك قلمنا. ثلثي الليل يقدر، تحصوه، يضربون. ننتبه إلى التلاوة جيدا مع بعض، ونستمع إلى التلاوة النموذجية، ونحاول نتدرب عليها يا رابع عشان تكون قراءتنا أفضل، ونتذكر إنه بهاي الأيام الفضيلة في كل حرف إحنا نقرأه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أن إنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. هكذا بكون انتهى الدرس، بشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.